وللحديث أكثر حول أداء سوق الأسهم السعودية انضم معنا عبر الهاتف محلل الأسواق المالية عامر الشهري. حياك الله معنا سيد عامر وصباح الخير وشكرا لوجودك معنا. نور حياك الله. دعني أبدأ معك من أداء السوق. يعني في أول جلسات هذا الأسبوع بعض الأداء وبعض التراجع الطفيف بحوالي 20%، ولكن الأسبوع الماضي كان السوق على 2.18% وحوالي 287 نقطة. كيف تقرأ استفادة السوق من يعني لقاء سمو الأمير محمد بن سلمان اللي أعطى الكثير من المعطيات الاقتصادية التي سيستجيب لها السوق خلال الفترة القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتصريح الأمير محمد بن سلمان وبعض النقاط اللي ذكرها ومن أهمها تقريبا الاتفاق الحكومي، أعتقد أن هذا خبر محفز على مدى تقريبا 10 سنوات، واعتقد انه داعم السوق لتحقيق اهداف او تحقيق اهدافها ما قبل 2005 بحول وقوته. بالنسبه للوضع المؤشر طبعا تفاعل مع برضه كذلك الاخبار الايجابيه، شاهدنا عمليه صعود قوي جدا والتركيز على الشركات القياديه وكذلك قطاع البتروكيميكال كان داعم بشكل كبير، ثم بدا المؤشر في عمليه التراجع خلال جلستين وخلال جلسة الخميس وجلسة اليوم الأحد. جميل. على مستوى النتائج المالية للشركات اليوم كان لدينا الكثير من الشركات اللي عندها النتائج المالية، وكان دعني أبدأ معك يعني من مجموعة سليمان الحبيب لديها خبر مهم هو عن يعني مستشفى في الخرج بحوالي 458 مليون ريال. السؤال إنه يعني تعافي القطاع الصحي أو استفاد الفترة الماضية من الجائحة وبدأ الشركات إنه يعني على البحث عن مشاريع وضخ الكثير من الأموال، اليوم هذا كيف ممكن ينعكس على أداء الشركة خلال الفترة القادمة؟ الإعلانات بشكل عام طبعا قبل ما نتكلم عن الحبيب، الإعلانات لو لاحظنا الربع الثالث من 2000 تقريبا أو نقدر نقول بداية الربع الرابع من 2020 هناك مؤشر مالي ذكرناه تقريبا بداية بالبتروكيميكال، والنمو المتواصل موجود في قطاع البنوك من الفترة السابقة، لكن هذا المؤشرات هذه كلها مؤشرات إيجابية تخدم وتدعم السوق الفترة القادمة بحول وقوته، نقدر نقولنا بداية نمو في الأرباح بشكل عام. بالنسبة للحبيب تقريبا أعتقد أن هذا خبر محفز وهذه بداية توسعات، وهذا ما نطمح له تقريبا في الفترة القادمة. نشاهد كثير من الشركات الخاسرة أن تقفل الخسائر وكذلك الشركات المتراجعة في الأرباح أن تعود ربحيتها، وهذا إن شاء الله اللي راح إن شاء الله ينعكس إيجابي على الشركات خلال الفترة القادمة. زميل دعني أناقش معك يعني نتائج المالية المهارة واللي سجلت انخفاض بحوالي 45%. اليوم يعني القطاعين العام والخاص بالنسبة عودة القوى العاملة في المملكة، المتوقع بالنسبة خلال العام 2021 على النتائج المالية؟ أعتقد أن طبعا المهارة وكثير من الشركات يعني جايحة تكون لها سبب بشكل كبير وتأثير سلبي على هذه الشركات. يعني الفترة القادمة إن شاء الله مع عودة الطيران مع عودة مجال دخول أعمال من جديد أعتقد أنها ستعود هذه الشركات لوضع الطبيعي إن شاء الله. نقدر نقول الربع القادم الربع الثاني حتى تخطى كثير من الشركات، وسنشاهد إن شاء الله ربحية عالية إن شاء الله في هذه الشركات الربع الثالث والربع الرابع من 21 إن شاء الله. عامر الشهري محلل الأسواق المالية أشكرك جزيل الشكر.